الفترة اللي فاتت احنا كنا متعطشين بشكل كبير ان احنا نشوف فن. طبعا كلنا كنا في فترة انعزال وحجر وكده. انا عارفة ان وزارة الثقافة قامت بمجهود كبير من خلال فعاليات اونلاين ومعارض محاكاة على الفيسبوك والسوشيال ميديا بشكل عام. بس هي مهما يكن برضو مش هتبقى زي ما انت تشوف اللوحة وتتعايش معها لايف. فإن كون السيزون يبدأ بمعرض كبير زي ده ومهم زي كنوز متحفنا